الحقيقي ديال الشلاضه. الا هضرنا على الدور الحقيقي ديال الشلاضه، يعرفوا الناس فريمون شنو ممكن يديروا في الشلاضه، من اجل انها ماشي غير تشبعنا، انها تحقق الحاجيات، وبتحقيق الحاجيات كنتيجه حتميه كيجي الشبع. نعم. نعم، غادي نستقبل المكالمات ديال المستمعين الكرام ونمشي ناخذ معنا توريا على الخط من بنقرير. صباح الخير توريا. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ وعليكم السلام ورحمه الله توريا. شكرا اختي بزاف على الجهده ديالك. تبارك الله عليك. العفو، الله يبارك فيك. سلام دكتور، لاباس عليك؟ اهلا وسهلا. كي دايره؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. هذا واجب باش عرفنا التغذيه وصححنا بزاف الاخطاء. شكرا بزاف. هذا واجب، وباقي ما تجاوزناش الواجب. مرحبا مرحبا. اسف دكتور، بغيت نسولك دابا في البرد كي بنتي كنستعمل السلاده البارده، كندير السلاده السخونه. بالنسبه للسلاده السخونه كندير الدجاج كنشوي. اييه كنشوي فوق البوطه وكندير ليه لاصوص ديالي داكشي بحال الطماطم والفلفل. واخا نسولك، عافاك نسولك، علاش شنو اللي كيخليك ما تاخذيش الشلاضه البارده؟ شنو المشكل؟ كنقولوا راه بارده مع الجو، خا نديرها كتكون بارده دايما. واخا واخا توريا. وكندير اللوبيا مطلقه من السلطه وكندير لها لاصوص وبثومه والتوابل، فهي صحيه دكتور. اييه كتكلمي على، سمحي لي توريا، توريا سمحي لي، كتكلمي على اللوبيا خضراء. اللوبيا خضراء. اييه حتى هي تكون شلاضه. واخا. اييه. وبالنسبه للبنجلة دكتور بغيت نصحح عليهم، واش نشويه ولا نفوروه ولا صحيح؟ انا نعطيك جواب مباشر، الطريقه اللي كديري طريقه جيده ممكن تستمري فيها، ما كاينش مشكل. واخا صافي دكتور، مع شي ناس قالوا لي لا راه خطا اصوني الدكتور. لا ما عندهم ما يقولوا، ما عندهم ما يقولوا. مرحبا مرحبا. شكرا جزيلا لك توريا، كنتي معنا من بنقرير. نستقبلوا معنا في مكالمه اخرى هذه المره امينه على الخط من مدينه الرباط. صباح الخير امينه.